سليم الرسول المشتبى الأمين. ضيوفنا الأعزاء، أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية باسم مؤسسة مولاي الحسن أن أحييكم جميعا وأرحب بكم في احتفالية ذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، والتي تشكل مناسبة سعيدة وفرصة سانحة يجدد فيها الشعب المغربي وفاءه لعمق التلاحم القائم بينه وبين العرش وتشبثه وتعلقه بقائد الأمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. أين باش نباركم مولاي سيدي مولاي الحسن الذي من سلالة النبي عليه أزكى الصلاة والسلام، عيد ميلاد مسيح سلامي على حبيبي خير الأنام، باد الصفوف داني القطوف طل العطوف ليك الحمام، ذاك النبي الهاسمي ذاك العلي الهادي التوام. وجه جميل طرف كحيل خد أسيل بالفخر سامي، فخر أصيل نجد أثيل ظل ضليل على الأنام. صلوا على النبي. La maladie du bouger, on s'assoit pas.
هذه مناسبة غالية عند الشعب المغربي، ورسأت مدرسة مولاي الحسن بجميع أطقمها، هيئة التدريس، هيئة الإدارة، جمعية آباء وأولياء التلاميذ، آباء وأولياء التلاميذ، وأيضا التلاميذ والتلميذات، أبوا إلا أن يخلدوا هذه الذكرى الغالية على قلوب جميع المغاربة. وهذه مناسبة كنقدموا فيها التهاني ديالنا جميع إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وإلى سمو الأمير ولي العهد مولاي الحسن، وإلى الأسرة العلوية الشريفة، وإلى باقي المغاربة قاطبة. وكنشكر بهذه المناسبة جميع المؤسسات، لرؤساء المؤسسات أو هيئة التدريس اللي شاركوا معنا وساهموا معنا، سواء في دوري مولاي الحسن اللي جرى خلال مدة شهر ونصف تقريبا، أو لا اللي ساهموا معنا في إنجاح هذا الحفل البهيج بهذه المناسبة الكريمة. أولا أتقدم بالشكر الجزيل لوسائل الإعلام التي واكبتنا في هذا اليوم السعيد، في هذا اليوم الذي نحتفل فيه جميعا من أجل التحامنا بالعرش العلوي المجيد، وكذلك نحتفل ب ما يقدمه تلامذتنا وفلدات أكبادنا داخل مؤسساتنا التربوية من أنشطة فعالة هادفة تخدم مصلحة الناشئة وتخدم المنظومة التربوية بامتياز. وبالتالي لا يسعني مرة أخرى إلا أن أحيي كل المشاركين وكل المساهمين في هذا الحفل البهيج الذي تنظمه مدرسة مولاي الحسن بهذه المناسبة الغالية. ونتمنى إن شاء الله أن نسير على درب مثل هذه الأنشطة ومثل هذه المسيرة، أي مسيرة الأنشطة الموازية والأنشطة الداعمة لمصلحة تلامذتنا في هذه الجهة الغالية من ربوع وطننا الغالي.